منتصف ليل القاهرة، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من عاصمة الخبر. البداية مع أبرز العناوين. واشنطن تعرب عن قلقها من التقارب الصيني الروسي وتحذر بكين من مغبة تقديم أسلحة لموسكو. بريطانيا وفرنسا تلزمان القادمين من الصين بتقديم فحوصات سلبية لفيروس كورونا. الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ في البلاد حتى 30 من يناير المقبل. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء التقارب الصيني الروسي بعد القمة التي عقدها رئيسا البلدين عبر الفيديو، وحذرت الخارجية الأمريكية الصين من مغبة تقديم أي مساعدات عسكرية لروسيا في عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وأضافت أنها تراقب أنشطة روسيا عن كثب، مشيرة إلى أن سلوك بكين يوضح أن الصين لا تزال تستثمر في العلاقات الوثيقة مع روسيا. أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الطريق إلى السلام في أوكرانيا لن يكون سهلاً لكنه سيبقى قائماً. وخلال قمة عبر الفيديو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أكد شي جين بينغ أن بكين متمسكة بموقفها الموضوعي من الأزمة الأوكرانية. وأضاف الرئيس الصيني أن بلاده ستزيد تعاونها الاستراتيجي مع روسيا، مؤكدا أنه ينبغي لبكين وموسكو التنسيق والتعاون عن كثب في القضايا الدولية. وخلال القمة وصف رئيس الصيني شي جين بينغ الشراكة مع روسيا بالتكاملية. من جانبه شدد بوتين على ضرورة استمرار الشراكة الروسية الصينية كعامل استقرار على الساحة الدولية. على الرغم من تدهور علاقات روسيا مع الغرب بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا، إلا أن الصين لم تتراجع يوما عن دعم موسكو، بل عزز البلدان تعاونهما الاقتصادي وشكلا جبهة موحدة ضد النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة. آخر مظاهر التعاون كان اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرنس بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، أكد خلاله عمق واستقرار العلاقات بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية واستعداد البلدين لرفع مستوى التفاعل السياسي والشراكة الدولية في ظل الوضع العالمي الصعب. الرئيس الروسي وصف التعاون مع بكين بالأمر الاستثنائي غير المسبوق، مؤكدا في الوقت ذاته إصرار موسكو على مواصلة الدفاع عن مصالحها. هناك أيضا دور خاص في التعاون الروسي الصيني في المجال التقني والتقني العسكري، والتي تساعد في الحفاظ على أمن الدولتين والاستقرار في المنطقة، ويجري تعزيز التعاون بين روسيا والصين في المجال العسكري، وأيضا هناك تنسيق في الساحة الدولية في منظمة الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون وبريكس ومجموعة 20، وهذا يساعد لتشكيل النظام عالمي عادل في العالم. وتعزيزا لطموح موسكو وبكين في أن تشكلا قوة جيوسياسية في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها، أبدى الرئيس الصيني استعداد بلاده لتعزيز وتطوير التعاون العسكري مع روسيا في مواجهة الوضع الدولي المتأزم. وأعتقد أن الشراكة الروسية الصينية تتطور بشكل واسع وتظهر متانة علاقاتنا، وهذه العلاقات تعطينا نبذة قوية في نوفمبر التبادل التجاري تعاظم مستوى. وفي ظل العقوبات الغربية على روسيا التي حرم اقتصادها من الأسواق الأمريكية والأوروبية،
قدمت الصين الدعم الاقتصادي لموسكو، وتمكن البلدان من الحفاظ على مستوى عال من التبادل التجاري الذي توقعت موسكو أن يرتفع بحلول نهاية العام الجاري بنسبة 25%، وبينما تحتل روسيا المرتبة الثانية من حيث إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الصين، والرابعة من حيث الغاز الطبيعي المسال. أكد بوتين أن بلاده ستزيد من حجم ضخ الغاز إلى الصين الكثيرة لاستهلاك للطاقة في العام المقبل. ترى ما هي تفاصيل الموقف الأمريكي من التقارب الروسي الصيني؟ الإجابة الآن مع تامر حنفين. شاكر لك ياسر وشاكر لك إيمان، وأهلا بكم مشاهدي الكرام. سنذهب من القاهرة إلى نيويورك. السيد أحمد محارم الكاتب والمحلل السياسي. سيد الفاضل، الولايات المتحدة حين سئلت عن هذه المساعدات العسكرية الضخمة إلى أوكرانيا قالت أنها قد تسهم في سلام، أوكرانيا قوية. لماذا لم تحلل الولايات المتحدة هذا اللقاء بأن هذا التقارب قد يكون هو الآخر أحد الطرق المؤدية إلى السلام؟ ألم يطالب العالم وأوروبا على وجه التحديد الصين بأن تلعب دورا عالميا في هذه الأزمة؟ كيف تحلل هذا الأمر؟ نعم، بعد مرور أكثر من 300 يوم يبدو أن العالم كله في أزمة، والحرب بدأت ولا كل الأطراف تستطيع أن تحدد متى وأين ممكن أن تنتهي وما هي تداعياتها. الجانب الأمريكي مأزوم لأن أوروبا المفروض حلف الناتو ستشكل مشاكل أوروبا على اللونج تيرم، وجع راس في رأس أمريكا، لأنه إلى متى تستطيع أوروبا أن تتعامل مع هذه التحديات، سلاسل الإمداد ونقص الغاز والطاقة. ده موضوع يعني مجاله واسع جدا، وشفنا قد إيه فرنسا متأزمة، ألمانيا متأزمة، باقي الاتحاد الأوروبي متأزم. الصراع اللي حاصل دلوقتي خلى الصين وروسيا مش بس جبهة واحدة، على المستوى الدبلوماسي الاثنين في الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وعندهم الفيتو، ولذلك أمريكا عاملة حساب قوي جدا للتقارب بين الاثنين. نظرية إن عدو صديقي وممكن ايضا ان يكون عدوي، الصين زي ما بنقول احنا بالبلدي عشان موضوع تايوان هي نايمه في الدره، كان البعض بيتخيل انها ممكن تخش في الزحمه دي وتغزو اللي هي بتعتبرها جزء منها تايوان. في يوم من الايام الحلم الصيني بالنسبه لتايوان يمثل قلق كبير جدا بالنسبه لامريكا. كلما كانت الصين تتكلم دايما في التحالفات، بتتكلم في الاقتصاد، هي ساعدت كتير جدا موسكو في فترة 19 شهور بتوع الحرب دول، وبالتالي استمرار العلاقة بينهم على المستويات الاقتصادية والأمنية والعسكرية. احنا شفنا لما الرئيس بايدن رحب بالرئيس الأوكراني وعمل دعم لوجستي وعسكري ومادي لأوكرانيا، تاني يوم الرئيس الروسي راح زار مصنع سلاح وقال ان احنا هنطور من السلاح بتاعنا. فالموضوع مستمر، طالما العلاقة متوطدة ما بين روسيا والصين، الغارم الأكبر والخاسر الأكبر حاليا هو الولايات المتحدة الأمريكية وحليفها الأوروبي. هل الحديث هنا عن سيد الفاضل، نعم، الحديث عن المدة الزمنية، إطالة زمن المعارك، وهو الحديث المتواتر حاليا ارتباطا بهذه الأزمة، هل الولايات المتحدة تضع في ذهنيتها مدى زمني وأن هذا التقارب قد يطيل أمد المعركة أطول مما تتوقعها أو أطول مما تريدها الولايات المتحدة؟ أعتقد أن كلا الأطراف ما كانش عندها تصور للمدى الزمني، كان نتصور أنها بضعة شهور، لكن نشوف دلوقتي أن روسيا ماشية بنظرية أن مش ممكن أبداً حيتراجع بايدن، وماشي على الأرض هناك بنظرية الأرض المحروقة. الأرض المحروقة لن تكلف روسيا أكثر من إمدادات عسكرية وخسائر بعضها بشرية، ولكن ستكلف الجانب الأوروبي وستكلف أوكرانيا، وحتستمر أمريكا داعمة لأوكرانيا وللاتحاد الأوروبي. التكلفة على الفاتورة الأمريكية احنا حسينا هنا كمواطنين أمريكان ان في انفليشن في الاقتصاد، وان مش دي أمريكا اللي كانت من سنة. اي نعم كان في بداية طيبة لإدارة الرئيس بايدن، ولكن هذه التحديات لو استمرت هيكون الجانب اللي إجابتك في صلب سؤالي إجابتك إذن في صلب سؤالي هو الأثر لهذه المعركة. هل الولايات المتحدة ترغب في أن تحصل روسيا على قبلة الحياة فتطيل أمد المعارك طبقا لهذا الأثر الذي استشهدت به؟ نعم، أعتقد هذا كان أحد السيناريوهات اللي لازالت أمريكا متمسكة به، بس طالما المدى طال هناك أيضا استنزاف في الداخل الأمريكي اقتصاديا،
واستنزاف على جانب أوروبي. يبدو أن الوقت في الغالب روسيا مش فارقة معاها، يعني روسيا بتحارب برا أرضها. هل الاختلاف بين الشعبين؟ طبعا من ناحية روسيا أعتقد الشعب الروسي نسبة كبيرة بتأيد الرئيس أنه هو لا، أنا أتحدث هنا عن الداخل الأمريكي وأنت فيه. بينما في الداخل الأمريكي لا، أعتقد في الداخل الأمريكي في انقسام، بس الغالب معظم الناس مش موافقين على استمرار الحرب دي اللي احنا كان ممكن نتجنبها كاقتصاد في أمريكا. هل وصل هذا الاعتراض إلى الدوائر السياسية الحاكمة في الحزب الجمهوري مثلا أو الديمقراطي؟ أعتقد أنه مع إطالة الأمد ممكن يكون في كونكلوجن أن بعض الآراء السياسية ممكن نجد مع بداية العام القادم مناقشات في الكونغرس، وممكن تتوجه أسئلة للإدارة الأمريكية أن احنا إلى متى سنظل ندفع فاتورة من الممكن أن تضر بالاقتصاد وبمستوى رفاهية المواطن الأمريكي. طب اسمح لي أن أذهب معك إلى مدى فيما يتعلق بالشأن الداخلي في الولايات المتحدة. حالة الحصار السياسي التي تحدث مع الرئيس الأمريكي السابق، هل لها علاقة بأفق؟ لأنه التلميح في بدايات الحديث عن دونالد ترامب بالطبع في بدايته كان الحديث عن تقارب ما بين الولايات المتحدة تحت إدارته وبين روسيا. هل يخشى من أن حين يصل إلى السلطة أن تحدث انفراجة غير مطلوبة في هذه الأزمة؟ الحقيقة هذا وارد، ويمكن ده أحد الكروت اللي هو بيحاول يركز عليها في حملته الانتخابية أو بعض مؤيدينه. احنا شفنا أنه كان أول رئيس يحصل على 71 مليون صوت، ومسألة الترامبوية والشعبية، فهذا الكلام وارد أعتقد، ويشكل يمكن قلق للداخل الأمريكي حاليا والإدارة. من نيويورك السيد أحمد محارم الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك إذ كنت معنا من هناك. إذن ياسر رشدي وإيمان الحويزي في الانتظار لاستكمال باقي ملفات هذه النشرة، تفضل. شكرا جزيلا لك تامر. الآن مع تطورات الأزمة الأوكرانية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده تسيطر على مواقعها في دونباس شرقي البلاد. وأوضح زيلينسكي أن القوات الأوكرانية حققت تقدما بسيطا في مناطق مختلفة على خط الجبهة. في المجمل نحن نسيطر على مواقعنا، هناك أيضا مناطق أخرى على خط الجبهة نتقدم فيها قليلا، وأشكر محاربينا الذين يصنعون المستحيل، إنكم حقا أبطال. وتعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بجعل الدفاع الجوي الأوكراني أكثر قوة في العام الجديد. وقال زيلينسكي إن قوة كييف الدفاعية ستكون بمثابة تأمين للقارة الأوروبية بأكملها. هذا العام لم نحافظ فقط على نظام دفاعنا الجوي النشط، بل جعلناه أقوى من ذي قبل، وفي العام الجديد ستكون دفاعات أوكرانيا الجوية أكثر قوة وأكثر فاعلية، وربما تصبح الأقوى في أوروبا، وستؤمن ليس فقط بلادنا بل القارة بأكملها. دعت وكالة الطاقة الذرية الدولية إلى وقف فوري للأعمال العسكرية التي تشكل تهديدا للسلامة والأمن النوويين بمحطات الطاقة النووية الأوكرانية. وأكدت الوكالة الدولية مواصلة المشاورات للاتفاق على منطقة آمنة حول محطة زابوروجيا.
قال مجلس الأمن القومي في بيلاروسيا إنه من غير المحتمل أن يكون الصاروخ الأوكراني الذي أسقطته الدفاعات الجوية البيلاروسية دخل مجال مينسك بالخطأ، وإن هناك احتمالات بأن يكون قد أطلق عمدا. من جانبه أعرب الكرملين عن قلق روسيا البالغ إزاء سقوط صاروخ أوكراني مضاد للطائرات فوق أراضي بيلاروسيا. حالة من التوتر تسود الحدود الشمالية لأوكرانيا مع بيلاروسيا بعد إعلان الأخيرة إسقاط صاروخ أطلقه نظام الدفاع الجوي الأوكراني فوق أراضيها. وفي أول حادثة من هذا النوع تبلغ عنها مينسك منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا قبل أكثر من 10 أشهر، قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن قواتها الجوية أسقطت صاروخ أرض جو أوكراني من طراز S-300 في منطقة بريست على بعد نحو 15 كيلومتر من الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا. اعترضنا الهدف الذي تم إطلاقه من الجانب الأوكراني في منطقة إيفانوفسي من قبل قوات الدفاع الجوي. لا تزال هناك أسئلة حول هذا الحادث، وننظر في احتمالين. الأول هو إطلاق عرضي للصاروخ من قبل أوكرانيا بسبب انخفاض مستوى تدريب الطاقم العسكري أو ربما عطل في الصاروخ، والثاني هو استفزاز متعمد من قبل القوات العسكرية الأوكرانية. مجلس الأمن القومي في بيلاروسيا اعتبر أنه من غير المحتمل أن يكون الصاروخ الأوكراني دخل المجال الجوي البيلاروسي بالخطأ، وأن هناك احتمالات بأن يكون أطلق عمدا. ولم تتأخر كييف في الرد رسميا، حيث قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها لا تستبعد استفزازا متعمدا من موسكو لجر بيلاروسيا إلى حربها، مبدية استعدادها لإجراء تحقيق موضوعي حول الحادث، فيما أعرب الكرملين عن قلقه البالغ إزاء حادثة الصاروخ الأوكراني. وخلال الأيام الماضية تزايدت الضغوط على مينسك من طرف حليفتها موسكو التي تسعى إلى إقحامها رسميا في عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا، كما تزايدت التحذيرات من قبل المجتمع الدولي الذي يرى أن بيلاروسيا مشاركة بشكل أو بآخر عبر السماح لروسيا باستخدام أراضيها للوصول إلى أوكرانيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت اليوم طائرة مقاتلة من طراز ميغ-29 ومروحيتين مي-8 تابعة لسلاح الجو الأوكراني في دونيتسك. وأضافت أنها تمكنت كذلك من تصفية 40 جندياً أوكرانياً في دونيتسك وتدمير 4 مدرعات قتالية و5 مركبات بواسطة ضربات جوية ومدفعية على نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها نفذت ضربة واسعة النطاق بأسلحة دقيقة على أهداف صناعية في أوكرانيا. وصرح المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف بأن هذه العملية أسفرت عن تعطيل تصنيع وإصلاح المعدات العسكرية الأوكرانية. شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة ضد نظام القيادة والسيطرة العسكرية ومواقع الطاقة التي تضمن عمل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وقد تحقق الهدف منها وتم إصابة جميع الأهداف المحددة، وأسفر القصف عن تعطيل تصنيع وإصلاحات المعدات العسكرية والذخيرة، كما توقف نقل احتياطات القوة المسلحة الأوكرانية من المناطق الغربية. أعلنت أوكرانيا أن روسيا أطلقت 16 طائرة مسيرة إيرانية الصنع في أحدث هجوم يستهدف البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا. وقال السلاح الجوي الأوكراني إن الدفعات الجوية تمكنت من تدمير جميع الطائرات المسيرة التي أرسلت من ناحيتي الجنوب الشرقي والشمال. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن 7 طائرات مسيرة كانت تستهدف العاصمة، مضيفا أنه تم تدمير 5 منها داخل المدينة و2 قبل بلوغ كييف. دعا الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ الدول الأعضاء إلى تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة لضمان انتصارها في الحرب، مؤكدا أن هذا الأمر مهم لأمن الحلف.
وشدد ستولتنبرغ على أن الدعم العسكري لكييف هو أسرع طريق للسلام. وقال الأمين العام لحلف الناتو إن معظم الحروب تنتهي على طاولة المفاوضات. كشفت مصادر أن روسيا تسعى إلى زيادة صادراتها من الديزل الشهر المقبل، وذلك قبل بدء سريان عقوبات الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي في فبراير. وبحسب المصادر فإنه من المقرر أن تزيد صادرات النفط من موانئ روسيا الرئيسية على بحر البلطيق والبحر الأسود، ومنها شحنات من بيلاروسيا لتصل إلى 2.68 مليون طن في يناير، في زيادة بنسبة 8% مقارنة بالتدفقات المقررة في ديسمبر الجاري، وهو أعلى معدل تصدير منذ يناير 2020 على الأقل. قالت بريطانيا إنه سيتعين على المسافرين القادمين إليها من الصين اعتبارا من الخامس من شهر يناير المقبل إظهار نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 ليس بأكثر من يومين قبل مغادرتهم. في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية في بيان لها أن باريس ستلزم المسافرين القادمين من الصين بتقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 قبل أقل من 48 ساعة من السفر، وستلزمهم بوضع الكمامات أثناء الرحلات بالطائرة. هذا ولم تحدد باريس موعدا بعد لتطبيق الإجراءات، لكن سيتم نشر مرسوم حكومي وإبلاغ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. حثت مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي دول التكتل على تكثيف عمليات فحص التسلسل الجيني لفيروس كورونا للكشف عن أي متغيرات جديدة في ظل ارتفاع معدلات الإصابة في الصين. وباتت دول مختلفة تفرض تلك الإجراءات على المسافرين القادمين إليها بعد أن خففت الصين القيود على المسافرين إلى خارج أراضيها. حتى لا تلدغ من جحر مرتين، تحاول أوروبا أن تكون أكثر تأهباً في مواجهة انتشار كوفيد-19، ذلك الفيروس الذي يأبى أن لا يغادر العالم حتى مع نهاية عام ثالث من عمر الجائحة. الاتحاد الأوروبي حث أعضاءه على تكثيف عمليات فحص التسلسل الجيني لفيروس كورونا للكشف عن أي متغيرات جديدة في ظل ارتفاع معدلات الإصابة في الصين. دول أوروبية أعلنت كذلك أن المسافرين القادمين إليها من الصين سيطلب منهم إجراء اختبار سلبي للكوفيد-19 أو إثبات تلقيهم تطعيماً كاملاً ضد المرض، إجراء تم اتخاذه بعد اجتماع لجنة الأمن الصحي بالاتحاد الأوروبي لمناقشة الاستراتيجية المشتركة للكتلة للتخفيف من انتشار الفيروس. نحن نعلم أهمية العمل المنسق، ندرك أيضا أهمية التصرف بسرعة، ولهذا السبب سنضغط من أجل الحاجة إلى مراجعة التوصية لطلب شهادة كوفيد الرقمية أو ما يعادلها على المستوى الأوروبي من المسافرين من الصين إلينا، ضمانا لسلامة الجميع. الولايات المتحدة انضمت إلى عدة دول غربية في فرض اختبارات كوفيد-19 على المسافرين الوافدين من الصين بعد أن تخلت بكين عن القيود على السفر إلى خارج أراضيها، وترى أنه لا داعي لفرض الدول الأخرى قيوداً من جانبها على دخول الصينيين. تعتقد الصين دائماً أن تدابير الوقاية من الوباء في جميع البلدان يجب أن تكون علمية ومناسبة، ولا ينبغي أن تؤثر على التبادلات الطبيعية والتعاون بين الناس. ولاحظنا أيضاً أن خبراء الصحة من عدة دول يعتقدون أنه لا حاجة إلى فرض قيود دخول على المسافرين الصينيين. لقد رحبت العديد من الدول بسياسة الصين لتسهيل التبادلات بين المسافرين، ولن تجرى أي تعديلات على إجراءات دخول المسافرين من الصين. ولا يزال العالم يخطو بحذر إلى العام الجديد مع إصابات كورونا المتزايدة في الصين، ذلك البلد الذي لم يكن لديه حصانة كافية حتى في ظل سياسة صفر كوفيد التي اتبعتها بكين. من جديد مشاهدينا، نتحول إلى زميل تامر حنفي لمزيد من القراءة والمتابعة والتحليل حول فرض عدد من الدول إجراء اختبارات كورونا على القادمين من الصين. شكرا لك ياسر، وشكرا لك إيمان، وأهلا بكم مشاهدي الكرام.
اتصالاً بهذا الأمر من العاصمة الفرنسية باريس الدكتور أنطوان أشقر أستاذ الأمراض الصدرية. سيد الفاضل، بعد التحية والتقدير بالطبع، ما الذي يخيف العالم بهذا الشكل من الصين الآن؟ مساء الخير لكم ولمشاهديكم. الذي يخيف العالم من فتح الصين حدودها ورفع القيود، وخاصة التخلي عن صفر، عن سياسة صفر كوفيد، هو وجود متحورات لا نعرفها حاليا بسبب شحة المعلومات الواردة من الصين، وخاصة من آخر متحورات. يعني نحن نعلم حاليا أن نسبة المتحور BF7 الذي ينتشر حاليا في الصين ممكن أن يكون سريع العدوى أكثر من غيره. يعني بعطي مثال، عندما بدأنا بالكوفيد-19 أول فيروس كان يعدي كل شخص يعدي 3 أشخاص، هذا الفيروس بيعدي 19 شخص، ولسنا نعرف مكوناته الجينية بالكامل لنعرف مدى فعالية اللقاحات الموجودة لدينا. وهل فقط لأنه الصين تخلت عن سياسة صفر كوفيد؟ هل هذا هو الملمح فقط؟ وهل من دول في العالم طبقت هذه السياسة غير الصين؟ يعني لماذا لا تطبق هذه السياسة في فرنسا والولايات المتحدة إلى آخر قائمة هذه الدول؟ لماذا التركيز في هذا الملمح مع الصين من الناحية الطبية؟ صح، لأن نحن نعلم أن نسبة الملقحين في الصين أقل بكثير من نسبة الملقحين في أوروبا مثلا، أو في البلدان الغربية مثل أمريكا، اليابان أو أستراليا. نحن نعرف أن نسبة الملقحين في هذه الدول تتجاوز 80%، أو نسبة الملقحين والذين أصيبوا بالفيروس، ولكن ليس لدينا معلومات كافية عن ما يحدث في الصين. لهذا هناك تخوف من السلطات السياسية والصحية أن يسيس هذا المرض. هذا ما تريد أن توصله دكتور؟ هلا دائما في سياسة بكل الأمراض بكل الأحوال، ولكن أوروبا ودول غربية عليها أن تحافظ على مواطنيها. نحن لا ننسى أن الصين فرضت إجراءات ضرورية وإجبارية على كل من دخل أراضيها وحجرتهم لعدة أسابيع ليثبتوا أنهم غير مصابون. أوروبا لم تفعل ذلك مثلا. طيب طبيا دكتور، أنت أستاذ الأمراض الصدرية، تتحدث أن البيانات القادمة من الصين غير كافية علميا، ماذا تريد أنت كعالم أن تعلم ماذا يحدث في الصين؟ ماذا تريد من شكل البيانات، من نوعيتها، من إحصائياتها، إذا ما قرنت مما يقدم في دول العالم وفرنسا نموذجا؟ نحن نريد أصلا أن نعرف مدى الإصابات، مدى خطورتها، الأعداد، أعداد الإصابات، وخاصة أنواع الفيروس. يعني الدراسة الجينية الكاملة لمعرفة إذا كانت اللقاحات الموجودة لدينا فعالة أو لتطويرها حسب المتحور. الدراسة الجينية دكتور أشقر هي التسلسل الجيني لفيروس كورونا، هذا ما تقصده؟ نعم. هل كل العالم تقوم بهذا الإجراء؟ أوروبا تقوم به، ومنظمة الصحة العالمية تقوم به وتوصي به وتساعد على إقامته ودراسته في البلدان التي لا تستطيع. لا ننسى دور منظمة الصحة العالمية هنا. طيب دكتور أشقر، أنا كنت أحاول أن أتجنب الحديث السياسي، ولكنك تحدثت بكلمة وهو أن السياسة في الصين قد تفقر المعلومات التي تصل إليكم كعلماء في هذا المجال. ألا تعتبر أن هذا الإجراء في حد ذاته، لأن الولايات المتحدة مثلا انتقدت سياسة صفر كوفيد في بدايتها تجاريا، هل تعتبر أنه الأمر به ملمح سياسي كما كنت تلمحه داخل الصين، من الولايات المتحدة، من أوروبا، من الدول التي وضعت الصينيين القادمين على هذه القائمة؟ هلا مش كل دول أوروبا، لا ننسى أن عدد الإصابات الأكبر بفيروس منذ بداية الجائحة هو في القارة الأوروبية والقارة الأمريكية، ولا تنسى
أن شمال إيطاليا المنطقة اللومباردي دفعت الثمن باهظ في بداية الجائحة. أول إجراء أوروبي صدر في هذه المنطقة وخاصة في إيطاليا للقادمين من الصين من المسافرين أو حتى غير الصينيين يعني الأوروبيين أو غيرهم. لا ننسى أن هذه الدول دفعت ثمن باهظ ونحن في فصل الشتاء هنا في أوروبا ولدينا ثلاثة أوبئة، أن الإنفلونزا الكوفيد 19 والبرونكولايتس عند الأطفال. يعني النظام الصحي على شفير يعني عليه ضغط كبير، لا نريد زيادة الضغوط علينا. إذا دكتور أنت تحسم الأمر بأن هذا الملمح لأسباب طبية بحتة، صحيح؟ نعم نعم. أنا أشكرك شكرا جزيلا الدكتور أنطوان أشقر، وأنت أستاذ الأمراض الصدرية إذ كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس، شكرا لك. ونعود معا إلى الزملاء ياسر رشدي وإيمان الحويزي لاستكمال باقي ملفات هذه النشرة، تفضل. شكرا تامر. مدد الرئيس التونسي قيس سعيد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر كامل، ونص القرار المنشور بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية التونسية على أن يكون التمديد في أنحاء البلاد ابتداء من اليوم الأول من يناير وإلى 30 من الشهر ذاته. يذكر أن حالة الطوارئ يتم تمديدها بتونس دون انقطاع لفترات مختلفة منذ نوفمبر عام 2015 إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة وقتل فيها 12 رجل أمن مع إصابة 16 آخرين بينهم مدنيون. نبقى في تونس حيث استكملت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية التصريح بالأحكام المتعلقة بالطعون في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في دورتها الأولى برفض 52 طعنا وقبول 3 طعون شكلا وأصلا. كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت فوز 23 مرشحا في الجولة الأولى وتنظيم جولة ثانية في 131 دائرة انتخابية. نشرتنا مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. السلطات الفرنسية تفتح تحقيقا مع 33 مهاجرا تم توقيفهم شرق البلاد. أهلا بكم من جديد. أفادت إمارة مكة المكرمة بتساقط الأمطار الغزيرة وزخات البرد على ساحة الحرم المكي، ووفقا لبيان صادر عن الأرصاد السعودية فإن بعض مناطق المملكة شهدت انهمارا للأمطار ووصل إلى حد السيول. اعتبر الرئيس الأمريكي والسابق دونالد ترامب أن كشف مجلس النواب عن إقراراته الضريبية بمثابة ملاحقة سياسية وإجراء غير دستوري. تصريحات ترامب جاءت تعقيبا على نشر مجلس النواب الأمريكي الإقرارات الضريبية الفيدرالية للرئيس السابق خلال 6 سنوات بعد معركة قانونية وصلت إلى المحكمة العليا. بعد معركة قانونية طويلة كشفت لجنة بمجلس النواب الأمريكي عن الإقرارات الضريبية الفيدرالية للرئيس السابق دونالد ترامب والتي اكتنفتها السرية طويلا. ويأتي نشر إقرارات ترامب عن الأعوام من 2015 إلى 2020 في ختام معركة استمرت عدة سنوات بين الرئيس الجمهوري السابق والمشرعين الديمقراطيين، لم تحسم إلا بأمر من المحكمة العليا الأمريكية في الشهر الماضي. وبحسب القرار الأخير ستكون البيانات الضريبية الخاصة بترامب متاحة الآن للتحقيقات المتعمقة من الصحفيين وخبراء الضرائب المستقلين وغيرهم، اعتبارا من الآن حتى الانتخابات الرئاسية عام 2024. ويمكن أن تسلط الضوء على ثروة ترامب وأدائه في مجال الأعمال والسبل التي انتهجها لتقليص التزاماته الضريبية.
في المقابل وجه ترامب انتقادات شديدة للديمقراطيين وللمحكمة العليا الأمريكية لسماحها بنشر إقراراته الضريبية، معتبرا ما حدث ملاحقة سياسية وإجراء غير دستوري. على الرغم من أن هذه الإقرارات الضريبية تحتوي على معلومات قليلة نسبيا ولا يستطيع غالبية الناس فهم فحواها، فإن سلوك الديمقراطيين الراديكاليين يمثل عارا على الكونغرس الأمريكي. وتظهر السجلات أن دخل الملياردير الجمهوري والتزاماته الضريبية شهدت تقلبات كبيرة خلال السنوات من 2015 حتى 2020 خلال أول محاولة يقوم بها لدخول البيت الأبيض وفترته الرئاسية في المنصب. ليس هذا فحسب، إذ تظهر السجلات أيضا أن ترامب وزوجته تمكن من تقليص الضرائب على الدخل إلى الحد الأدنى أو لم يدفع ضرائب في بعض هذه السنوات، ومن خلال إعلان خصومات وخسائر. صفعة جديدة إذن توجه للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي يواجهه مشكلات قانونية متعددة، كان آخرها توصية بتوجيه اتهامات جنائية في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول للرجل الذي يطمح بإعادة انتخابه رئيساً في عام 2024. في فرنسا أوقفت قوات الدرك وحرس الحدود 33 مهاجرا دخلوا بطريقة غير مشروعة في منطقة أوت ألب بشرق البلاد. وقالت مصادر فرنسية إن غالبية من تم إيقافهم من أصول هندية وأفغانية، وإنهم كانوا في شاحنة صغيرة في قرية أفانسون. يأتي هذا فيما أعلن مكتب المدعي العام فتح تحقيق قضائي للتعرف على كيفية دخول هؤلاء الأشخاص وإقامتهم وتنقلهم داخل فرنسا. أفادت مصادر أعلامية بانسحاب جنود تابعين لإريتريا من بلدتي شاير وأكسوم في إقليم تيجري بشمال إثيوبيا. وشاركت القوات في إريتريا إلى جانب الجيش الإثيوبي في الحرب المستمرة منذ عامين في الإقليم. وكانت الحكومة الإثيوبية قد وقعت اتفاقا لوقف إطلاق النار مع قوات تيجري الشهر الماضي، لم تكن إريتريا طرفا فيه. وجهت رئيسة تايوان تسي إنغون الشكر لأفراد البحرية والجيش على خدمتهم في الدفاع عن الجزيرة بعد أن أرسلت الصين عددا قياسيا من الطائرات الحربية والسفن باتجاه تايوان هذا الأسبوع. وخلال كلمتها أمام أسطول البحرية التايوانية في جزيرة بينغهو، قالت رئيسة تايوان إن المناورات العسكرية الأخيرة التي نفذتها الصين كانت الأكبر حتى الآن هذا العام. رصدت القوات المسلحة التايوانية 71 غارة جوية وسبع غارات بحرية في محيط مضيق تايوان خلال يوم واحد. تعد هذه أكبر سلسلة مناورات تنفذها الصين هذا العام. يتابع الجنود المتمركزون في بينغهو الوضع على مدار الساعة. العبء على أكتافهم ثقيل، لهذا أتيت إلى هنا قبل عطلة رأس السنة الجديدة لأعبر عن امتناني لهم على عملهم الشاق. قال المنسق المقيم للأمم المتحدة في أفغانستان رامز الأكبروف إن الهيئة ملتزمة بتقديم المساعدات لأفغانستان بالرغم من قرار حركة طالبان حظر عمل النساء في المنظمات الإنسانية بالبلاد. وأعلن الأكبروف أن منسق الإغاثة لحالات الطوارئ ومسؤولين أمميين آخرين سيزورون أفغانستان خلال الأسابيع القليلة المقبلة لمناقشة الوضع مع حركة طالبان. الالتزام الذي لدينا تجاه أفغانستان قوي للغاية. نحن ملتزمون بالبقاء والإنجاز، نحن ملتزمون تجاه الشعب، ونحن ملتزمون بالمساواة بين الجنسين وحماية حقوق النساء والفتيات.
اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية الحكم الصادر في ميانمار بحق الحاكمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي إهانة للعدالة وسيادة القانون. كانت محكمة عسكرية أصدرت حكما بالسجن 7 سنوات على سو تشي ليصل عدد سنوات حبسها إلى 33 عاما عن مجمل الأحكام التي صدرت ضدها ب14 تهمة ما بين فساد وحيازة لأجهزة لاسلكية بشكل غير مشروع. اقتصاديا، بلغت واردات اليابان النفطية من الإمارات نحو 41.5% من احتياجاتها النفطية خلال شهر نوفمبر 2022. هذا واحتلت الإمارات المرتبة الأولى بين موردي النفط إلى اليابان، وخلال نوفمبر استوردت اليابان نحو 77 مليون برميل، وتجاوزت حصة النفط العربي بها 95%. سجلت أسهم الإمارات مكاسب قياسية خلال عام 2022 بدعم من زيادة الطلب على الأسهم واستقبال السوق لطروحات جديدة، وزادت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بنحو الضعف لتتجاوز تريليوني درهم، وارتفع مؤشر سوق أبو ظبي العام بأكثر من 20% بدعم من قطاعات الخدمات والعقارات والصناعة، وصعد مؤشر سوق دبي المالي خلال العام بنسبة 4.5% تقريبا بدعم من قطاعي السلع الاستهلاكية والمواد الأساسية. أنهت العقود الآجلة للنفط التداولات عام 2022 على صعود وسط مخاوف من تراجع الطلب في العام الجديد، وتترقب الأسواق الطلب العالمي للنفط وسط مخاوف من ركود الاقتصاد، فضلا عن استمرار المخاوف من الطلب في الصين نتيجة استمرار تفشي فيروس كورونا. تراجع الطلب على النفط الخام والمنتجات البترولية بالولايات المتحدة في شهر أكتوبر مسجلا أدنى مستوياته منذ يوليو. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إنتاج الخام الأمريكي زاد خلال أكتوبر مسجلا أعلى مستوياته منذ شهر مارس في العام 2020. أعلن نادي النصر السعودي رسميا تعاقده مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو رسميا حتى الصيف 2025، وأقيمت مراسم توقيع العقد في مدريد الإسبانية بحضور ابن ماديرا وأيضا مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر، وتقرر أن يرتدي الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات الرقم 7 خلال فترته مع الفريق العاصمي. بدأت مسيرة رونالدو في سبورتينغ لشبونة ولعب بعدها لأندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس قبل العودة للمانيو.
وفي بلاد الضباب حقق ليفربول فوزا غاليا على ضيفه ليستر سيتي بهدفين لهدف في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي. سجل هدفي ريدز ووتفيس لاعب ليستر بالخطأ في مرمى في الدقيقتين 38 والخامسة والأربعين. أما هدف الضيوف فأحرزه كيرنان دي سيبري بعد مرور 4 دقائق على بداية اللقاء. بذلك يبقى ليفربول في المركز السادس ب 28 نقطة، فيما حل ليستر في المركز 13 ب 17 نقطة. بينما يسعى أرسنال المتصدر لتحقيق فوزه الخامس على التوالي عندما يلتقي مضيفه برايتون. فريق المدرب ميكيل أرتيتا يتربع على صدارة ترتيب برصيد 40 نقطة بفارق 5 نقاط أمام مانشستر سيتي، بينما يأتي برايتون في المركز السابع برصيد 24 نقطة. نهاية نشرتنا، وهذه تذكرة بالعناوين. واشنطن تعرب عن قلقها من التقارب الصيني الروسي وتحذر بكين من مغبة تقديم أسلحة لموسكو. بريطانيا وفرنسا تلزمان القادمين من الصين بتقديم فحوصات سلبية لفيروس كورونا. الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ في البلاد حتى 30 من يناير المقبل. نشرتنا انتهت. لمزيد من المتابعة يمكنكم دائما زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت. كما يمكنكم مشاهدينا متابعتنا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، انستغرام ويوتيوب. ويمكنكم أيضا متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11.747 فيرتيكال، ويمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة أمامكم. شكرا جزيلا. في أمان الله. هنا القاهرة عاصمة الخبر.